لو انا عايز يعمل لي ملخص احصائي للبيانات اللي في الجدول عندي، عندي جدول او داتا فريم معينه وانا عايز يعمل لي ليها ملخص احصائي، هستخدم الامر اللي اسمه ديسكرايب. هستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه ديسكرايب. وفي الحاله دي انا بستدعي المكتبه بتاعتي، بعرف الداتا فريم بتاعتي، حيث الداتا فريم بتاعتي هي عباره عن برضو جدول. هذا الجدول له عباره عن عمودين، العمود الاولاني اسمه كي، والعناصر بتاعته هي A وB وC وA وB وC، وعادي جدا جدا ان هي تكون مكرره. العمود الثاني هو عباره عن الداتا، يعني اسمه داتا، والبيانات اللي فيه هي رينج اوف 6، يعني من 0 لغايه 5، واسماء الكولومز بتاع الجدول بتاعي هو كي وداتا. وفي الحاله دي لو قلت له هات لي الدي اف، هيقول لي والله ده الداتا فريم بتاعتك زي ما انت شايف بالشكل اللي هو قدامك ده، زي ما قلت لك بالظبط. طب لو قلت له اعمل لي بقى ديسكرايب للداتا فريم اللي هي عندك دي، كاني بقول له احسب لي بعض الدوال الاحصائيه. اول هذه الدوال هو كاونت، بقول له بعد اذنك روح اعمل لي كاونت لعدد العناصر اللي موجوده في الداتا فريم بتاعتك دي. فقال لي والله هم عباره عن 6 عناصر. كويس جدا، طب روح احسب لي المين بتاع هذه العناصر. قال لي 2.5. الستاندرد ديفيشن قال لي الرقم ده. المينيموم فاليو قال لي الرقم ده. ال 25% وال 50% وال 75% والماكسيمم فاليو، الحاجات دي قلناها المره اللي فاتت وشفنا ازاي هو بيحسب ال 50%. وطالما طلعت ال 50% اقدر اخد من قبليها لغايه اقل رقم، اطلع المتوسط بتاعهم يديني 25%، ومن بعدها لغايه اخر رقم قبليه بواحد اخدهم برضو واحسب لهم المتوسط هيديني ال 75%، واعلى رقم باي ديفولت كده كده انا بقى ايه هبقى اكون عارفه يعني. طيب لو حابب اجمع عناصر مع بعض، لو حابب اجمع عناصر مع بعض هستخدم الامر اللي اسمه جروب باي، اهو زي ما احنا شايفين كده في الكود بتاعنا. هستخدم الامر اللي اسمه ايه؟ جروب باي. السؤال يعني ايه تجميع عناصر مع بعض؟ يعني العناصر المتشابهة آخد منهم واحد بس وأجمع قيمهم على بعض. العناصر المتشابهة هاخد منهم واحد بس. طيب تعال نشوف مثال. import pandas as pd، ماشي الداتا فريم بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وزي ما قلنا فوق هي عبارة برضو عن جدول له عمودين، العمود الاول اسمه كي وعناصره A و B و C و A و B و C. شوف كررنا هنا عناصر اهو، فاقول لك التكرار عادي جدا. يبقى انا هنا بكون الداتا فريم بتاعتي عباره عن جدول مفاتيحه A و B و C و A و B و C، وتتكرر عادي. الداتا زي ما قلنا هي الرينج من 0 لغايه 5، واسماء الاعمده هي الكي والديتا. بعد كده بقول له اعرض لي الداتا فريم بتاعتي، ماشي، وبقول له جروب باي اوف كي دوت سم. هنا بقول له جروب باي كي، يعني بقول له اي عناصر متشابهه في الكي خليها عنصر واحد، اي عناصر متشابهه خليها عنصر واحد مش اتنين، وجمع الداتا بتاعتهم على بعض، وجمع الداتا بتاعتهم على بعض، ده الامر سم. وجروب باي بقول له اي عناصر متشابهه خليهم واحد بس، لو في اتنين خد واحد بس، لو ثلاثه خد واحد بس. وفي الحاله دي لما اقول له رن هيقول له خد بالك دي الداتا فريم القديمه بالشكل ده، بس لاحظ ان الكي فيه A و B و C و A و B و C اتكررت تاني. لما قلت له جروب باي كي هياخد الكي ديت والمتشابه فيها هيخليه واحد بس، يعني A فيها اتنين هيخليها واحد بس، وB فيها اتنين هيخليها واحد بس، سي فيها اتنين هيخليها واحد بس. خد بالك بقى دوت سم معناها هياخد قيمه الايه الاولى اللي هي زيرو يجمعها على قيمه الايه التانيه، تلاته هيديني تلاته، وفي بي هياخد قيمه البي الاولى اللي هي واحد يجمعها على قيمه البي التانيه اللي هي اربعه هيديني هنا تحت كام؟ خمسه، وسي اتنين هياخدها يجمعها على خمسه هيديني كام؟ هيديني سبعه. ده اللي هو الامر اللي اسمه جروب باي اوف كي دوت سم. يبقى هو هيروح يعمل جروب باي، هيعمل تجميع طبقا للمفاتيح، وبعد كده يعملها ايه؟ سم، يعني المفاتيح المكرره لو هم اكتر من واحد هياخد منها واحده بس،
وبعد كده يجمع القيم المقابلة لهذه العناصر. كمان مع جروب باي ممكن نستخدم الأمر ديسكرايب عشان يعمل تقرير إحصائي عن مجموعة الكيز اللي في الجدول اللي موجود عندي. بقول له import pandas as pd، وبعد كده بكون الداتا فريم بتاعتي زي ما قلنا بالظبط قبل كده، وبعد كده بقول له df اللي هو شايل الداتا فريم بتاعتي دوت جروب باي كي، برضو هعمل جروب باي كي هجمع طبقا للكي، وبقول له دوت ديسكرايب. بقول له دوت ايه؟ بقول له دوت ديسكرايب. برضو في الحالة دي لما اقول له رن هلاقيه راح جمع الكيس بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل اللي هو قدامنا ده. اسحب بس ده كده شوية، يبقى هو هيروح يجمع الكيس بتاعتي ادا A و B و C. لو نلاحظ في الاول A كانت عبارة عن 2 فخلاها واحدة بس، B كانت 2 خلاها واحدة بس، C كانت 2 خلاها واحدة بس. بس راح طبعا جاب لهم الكاونت، قال لي عندك 2 في A، وراح حسب لها المين لقاها 3 ونص، لان 0 1 ونص، لان 0 زائد 3 على 2 بيديني 1 ونص، وحسب لها الستاندرد ديفيشن وحسب لها المين. كل كي راح حسب له كل الدوال الاحصائيه اللي احنا حسبناها قبل كده. يبقى الامر ديسكرايب ينفع برضو استخدمه مع الامر اللي هو مين؟ مع الامر اللي هو جروب باي. عندنا امر اسمه انستاك. الانستاك الامر ده بيفك البيانات. بيفك ايه؟ بيفك البيانات، يعني بيجيب لي البيانات مفصصة أو مفصلة وليست مجمعة. زي المثال اللي فوق، أخذ كل مفتاح على حدة وحسب له الحسبة الرياضية كلها. أنستاك بيفرد البيانات أو بيفكها. بيفرد البيانات أو بيفكها. الأول هيحسب الكاونت للكل، وبعد كده بيحسب المتوسط للكل، وبعد كده أكبر عنصر للكل واقل عنصر للكل وهكذا. وفي الحاله دي لما اقول له جروب باي اوف كي دوت دوت ديسكرايب دوت ان ستاك، في الحاله دي هروح الاقيه فصص البيانات. شوف راح فصص البيانات، حطها كده ايه ان ستاك على بعضها، حطها رصها فوق بعضها. قال لي والله دي الداتا فريم الاولى خالص اللي ما فيهاش اي حاجه، داتا هي عباره عن داتا ستاك على بعضها. انا بقى لما قلت له ان ستاك راح قام واخد الاي حسب لها الكاونت، والبي حسب لها الكاونت، والسي حسب لها الكاونت، والاي حسب لها المين، والبي حسب لها المين. شوف فايه فرضها، فرض البيانات بتاعته. يبقى ده اللي بيعمله الامر اللي اسمه ايه؟ الامر اللي اسمه ان ستاك. عندي امر تاني اسمه اجريجيت. الامر ده بيعمل مزج للبيانات برضه زي ميرج كده، بيعمل مزج للايه؟ بيعمل مزج للبيانات. بس تعالوا نشوف هو بيمزج البيانات ازاي. هنا بعمل امبورت للمكتبتين بتوعي، بعد كده بعرف متغير اسمه دي اف، هو عباره عن داتا فريم. الداتا فريم دي هي عباره عن مصفوفه فيها 3 اعمده، العمود الاول اسمه كي والبيانات بتاعته A B C A B C. العمود الثاني هو عبارة عن داتا واحد. داتا واحد ده عناصره هي عبارة عن من 0 لغاية 5، لأن بقول له رينج اوف 6. العمود الثالث هو عبارة عن داتا 2، وده عناصره برضو هي عبارة عن راندوم دوت راند انت اوف 0,10,6، معناها ان هو عبارة عن عمود، هذا العمود عناصره 6 عناصر، هذه العناصر صحيحة عشوائية. يبقى اهو 6 عناصر، وهذه العناصر صحيحة عشوائية ما بين الزير والتسعة. يبقى 6 عناصر صحيحة عشوائية ما بين الزير والكام؟ التسعة. وبقول له سمي لي الكولومز، هي عبارة عن الكي والديتا واحد والديتا اتنين. وبالتالي لما اقول له اعمل لي عرض للجزء ده من الكود، هيقول لي ادي يا عم الداتا فريم بتاعتك زي ما انت شايف كده، اسماء الاعمده كي وديتا واحد وديتا اتنين زي انت ما قلت لي، وعناصر هذه المصفوفه زي انت ما قلت لي بالظبط، الكي عناصره كذا وديتا واحد عناصرها كذا
واديت اتنين عناصرها كذا. بعد كده بقول له دي اف دوت جروب باي اوف كي دوت اجريجيت، وقمت مديها الديكشنري بتاعي اللي هو عباره عن داتا واحد كولون مينيمم وداتا اتنين كولون ماكسيمم. تعال اقول لك الامر ده معناه ايه. هنا بقول له اعمل لي جروب باي كي، اعمل لي جروب باي ايه؟ باي كي، يعني انت هتعمل لي تجميع لهذه البيانات عن طريق مين؟ عن طريق الكي او المفتاح اللي انا قايل لك عليه ده. كويس. بس اعمل لي اجريجيت، اجريجيت لديتا 1 مينيمم وديتا 2 ماكسيمم. في الحاله دي هيروح يجمع A لوحدها وبي لوحدها وسي لوحدها، بس انا بقول له اعرض ديتا 1 على اساس اقل قيمه للكي، واعرض لي ديتا 2 على اساس اكبر قيمه للكي. فديتا واحد اقل قيمه للكي معناها لو ايه مثلا بزيرو ثلاثة لا اخد الصفر، لو بي باتنين واربعة لا اخد الاتنين، وديتا اتنين برضو نفس الحكايه لو ايه مثلا بستة وكذا اخد الايه، اخد الكبير. وفي الحاله دي لما اقول له بعد اذنك اعمل لي رن للجزء ده من الكود، هيقول لي والله انا هروح اعمل لك اجريجيت اهو، ادي التجميع اللي انت عايزها، بس بالنسبه لديتا واحد زي انت ما قلت لي انا هاخد فيها اقل عنصر بالنسبه لاي اللي هو الزيرو، واقل عنصر بالنسبه لبي اللي هو الواحد، واقل عنصر بالنسبه للسي اللي هو الاثنين. طب جبتها منين؟ ادي الداتا فريم بتاعتي الاصليه، عندي اي مره بزيرو، اي مره بثلاثه فاخد الزيرو بالنسبه لداتا واحد، بي مره بواحد ومره باربعه فاخد الواحد بحكم ان هو اصغر قيمه، سي مره باثنين ومره بخمسه فاخد الاثنين بحكم ان هي اصغر قيمه. اما بالنسبه لداتا اثنين انا باخد فيها الماكسيموم، فايه كانت بتسعة مرة وبزيرو مرة فاخدت تسعة، البي كانت بسبعة مرة وبسبعة مرة فاخدت السبعة، هي هي السي كانت باتنين مرة وستة مرة فاخدت الستة بحكم ان هي الايه، بحكم ان هي الـ الاكبر فيهم. فامر اجريجيت انا برضو بقدر استخدمه عشان اعمل تجميع طبقا لاسماء اعمدة معينة، بس بقدر احط لها قيود. هذه القيود ممكن اقول له هات لي اقل رقم، هات لي اكبر رقم، هات لي لما يكون اصغر من او اكبر من، فعادي جدا جدا مفيش مشكله. الامر اجريجيت اقدر استخدم معاه الامر فلتر، بحيث اقول له اعرض لي حاجه معينه، بحيث اقول له اعرض لي، اعرض لي ايه، اعرض لي حاجه معينه. ازاي؟ خليني اقول لك امبورت pandas as bd، وبعد كده import numpy as nb، وبعرف الداتا فريم بتاعتي زي ما عرفتها قبل كده بالظبط، ليس هناك اي تغيير. وقمت جاي تحت معرف فانكشن اسمها filter underscore func، ماشي، وبتاخد متغير واحد اسمه اكس، هذا الفانكشن بتاعتها، وبقول له return اكس اوف داتا 2 دوت ستاندرد اللي هي الستاندرد ديفيجن يعني اكبر من أربعة. هيبقى أنا هنا عايز يرجع لي قيمة معينة، هنا بقول له هات لي داتا اتنين اللي الانحراف المعياري ليها أكبر من أربعة فقط، هات لي الداتا اتنين اللي الانحراف المعياري فيها أكبر من أربعة. وقمت قايل له دي اف اتنين هي عبارة عن دي اف دوت جروب باي اوف كي دوت فلتر اوف فلتر فانكشن. هنا رحت ناديت لي الفانكشن بتاعتي، وفي الحالة دي هيروح يرجع لي فقط الكيز بتاع الداتا 2 اللي الانحراف المعياري بتاعها اكبر من كام؟ اكبر من اربعه. وبالتالي لما اقول له رن هلاقيه هنا ما لقاش للداتا فريم حاجه الانحراف المعياري بتاعها اكبر من اربعه، فقام مديني ايه؟ فقام مديني اندكس فاضي. كويس. طيب لو جيت هنا وقمت عامل رن تاني، لان انا بولد البيانات بتاعتي بطريقة عشوائية، لو عملت رن تاني ايه اللي حصل؟ قال لي والله ده انا لقيت صفين عندك اللي هم الصف رقم 0 والصف رقم 3 فيهم الداتا 2 الانحراف بتاعك اكبر من كام؟ الستاندرد ديفيشن بتاعك اكبر من 4، وبالتالي رجعت لك انا ايه؟ رجعت لك الصفين دول. ممكن بدل الفانكشن دي اللي اسمها فلتر دي استخدم لامدا، ممكن بدل الفانكشن استخدم ايه؟
استخدم لندا، بقول له import pandas as bd و numpy as nb، كويس جدا. وقمت رايح مكون الداتا فريم بتاعتي بالطريقه اللي احنا كونناها قبل كده، حيث البيانات زي ما احنا شايفين بالشكل ده بالنسبه لكل عمود يعني، كويس جدا. بعد كده قلت له اعرض لي هذه الداتا فريم اللي هي برنت الدي اف. بعد كده بقول له جروب باي، ايوه اعمل لي ايه جروب باي، تجميعه بناء على الكي. بس خد بالك دوت ترانسفورم اوف لامدا اكس، حيث رجع لي العمليه الرياضيه بتاعه اكس تربيع. انا بقول له اعمل لي جروب باي كي، هيقول لي تمام. وبعد ما تعمل جروب اعمل ترانسفورم، يعني اعمل تحويل، يعني الغي الكيز واعمل تحويل لباقي البيانات، بحيث تاخد البيانات بتاع الاعمده دي وتربعها. اعمل تحويل لباقي البيانات بحيث تاخد البيانات دي ايه وتربعها. وفي الحاله دي لما اقول له رن، هيقول لي خد بالك ادى الداتا فريم بتاعتك الاولانيه زي ما انت شايف بالشكل ده، كويس جدا. بعد كده قلت له اعمل لي اعمل لي جروب باي كي، هيقول لي كويس هعمل لك جروب باي كي. بس قلت له بعد كده اعمل ترانسفورم، حول لي ايه بقى، اعمل لي تحويل، يعني الغي الكيز، الغي الكيز واعمل لي تحويل للبيانات اللي جايه دي، بحيث البيانات اللي باقيه تاخد كل عنصر وتربعه. فراح على داتا واحد، خد الزيرو وربعه، والواحد وربعه، والاثنين وربعه، والثلاثه وربعه، والاربعه وربعه، والخمسه وربعه. ونفس الحكايه برضو مع مين؟ ونفس الحكايه مع الداتا 2.